أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم المستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أو حرف القرآن؟ هل يعتبر كافر إذا أصر على ما هو عليه؟ وهل يعين بكفره بحيث يقال فلان كافر أم لا؟ نعم، الله جل وعلا نص على هذا في القرآن: فلا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالرسول أو الاستهزاء بالقرآن أو بالأحاديث أو بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفر بالله، هذا كفر بالله عز وجل بنص الآية الكريمة. بسبب نزولها المنافقين كانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرهب بطونا وأكهب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنزل الله هذه الآية: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبقية السؤال يقول هل نتوقف فيه ونقول هذا معين ولا نحكم؟ نقول: من ظهرت منه العدة يحكم عليه بها، نحن لا نحكم إلا على الله. والله جل وعلا حكم عليهم بالعدة ولم يقل إنه في قلوبهم لا يعتقدونها، بل حكم عليهم بمجرد قولين واستهزائهم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. تعلق الكفر على الاستهزاء ولم يعلقه على ما في القلوب، لأن أمور القلوب إلى الله سبحانه وتعالى.